السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية لجميع المشتركين بالقناة نتاع سيمو ظاهر، وتحية كذلك لجميع المشاهدين. أولا كنبغي نشكر جميع الإخوان اللي وقفوا في جنبي وساندوني وقدموا المساعدة وساندوني معنويا أكثر من ماديا، أنه الدعم المعنوي هو عنده الفائدة أكثر من الدعم المادي. وكذلك بغي نشكر الأخ ديالي اللي ضحى بالغالي والنفيس هاد السنتين هادو وقف جنبي، ضحى بالأبناء ديالو، ضحى بالجوزة ديالو، ضحى بالعمل ديالو، وكان قدم لي جزيل الشكر بهاد المناسبة. اليوم كان سجل هاد الفيديو، وشحال من واحد قال لي بانه لا داعي انني نسجلو، ولكن كان ضروري اننا نوضحو ونكشفو للراي العام حقيقه هذا الملف، او ما يسمى بملف نتاع حمزه مبيبي اللي كثر فيه القيل والقال. اليوم اول حاجه، حيت هذا الملف هذا غادي نديرو فيه حلقات، ما غاديش تكون فيه حلقه واحده، غيكون فيه حلقات، حيت هو ملف كبير، ملف كثير، فيه مجموعة نتاع الوثائق، فيه مغالطات، فيه بزاف تاع الحوايج خصنا ننورو فيها الرأي العام. لهذا اليوم غنكتفيو بواحد الحلقة غنكشفو فيها بعض الوثائق، ومن بعد إن شاء الله غنزودو المشاهدين بوثائق أخرى باش يعرفوا حقيقة هذا الملف هذا. البداية غتكون بما تم ترويجه من طرف بعض الأشخاص، سواء وسائل الإعلام، سواء أشخاص كينشطوا في منصات التواصل الاجتماعي، سواء مجموعة نتاع الأشخاص اللي روجوا معلومات مغلوطة كتعلق بالتهمة، التهم اللي تبعتنا بها سواء النيابة العامة أو القضاء الجالس، اللي هو عكس ما تم ترويجه من طرف هاد الاشخاص هادو اللي كانوا كيدعيوا باننا احنا عصابه اجراميه كتنشط في الدعاره الراقيه، الوساطه في البغاء، القواده، التجاره في البشر، الابتزاز، النصب والاحتيال، عكس التهم اللي تبعنا فيها حنايا امام القضاء اللي هي معروفه، اللي هي الجريمه الالكترونيه، المشاركه في الدخول نظام المعالجه الاليه، والمشاركة في نشر صور أشخاص وأقوالهم دون موافقتهم، والمشاركة في نشر ادعاءات وقائع كاذبة قصد المساس بالحياة الخاصة للأشخاص. هاد التهم هادو هما اللي باش تبعنا القضاء، عكس ما تم ترويجهم طرف هاد الأشخاص. والغريب أن هاد التهم اللي روجوا عندنا هاد الناس هادو كان الهدف منها انهم يسيئوا لينا وغلطوا الراي العام، والراي العام ما يخليوش يتضامن معاك ويوقف في جنبك. كانوا كيروجوا عندنا هاد الاتهامات اللي هي اتهامات خطيره، يوسخوا الصوره ديالنا، يسيئوا لينا، يسيئوا للعائلات ديالنا، يسيئوا للابناء ديالنا. والغريب اكثر من هاد الشيء هذا هو هاد الاشخاص اللي روجوا هاد الشيء هذا سربوا الاحكام للاحكام اللي كان كيعرفها الجميع قبل ما يتنطق بها القضاء الجالس. صرحوا بها اشخاص في الولايات المتحده الامريكيه اللي هما راه معروفين، هادو كينشطوا في منصات التواصل الاجتماعي. كاينين اشخاص تاهما في اوروبا اللي سربوا الاحكام، وهي نفس الاحكام اللي تم الادانه ديالنا بها، سنتين سجنا نافذا. قالوهم هاد الاشخاص، قالوهم قبل ما نتحكموا حنايا سربوا الحكم. ولكن الغريب علاش ما تسربوش المحاضر؟ على هذا سؤال، علاش ما تسربوش المحاضر؟ لماذا لم يتم تسريب المحاضر؟ علاش كنتم تسريب المحاضر؟ كون رأي العام عارف حقيقة الملف، كون عارف اشنو وقع، وخدا فكرة على الملف نتاع حمزة مبيبي اللي انا كنت طرف فيه. ولكن كانت عندهم النية المبيتة وتستروا على المحاضر، تستروا على الملف كامل، ولكن سربوا الاحكام والملف بقوا محتفظين به، لانه كون تم الكشف عن الملف ولا تم تعميمه على الراي العام، كل الجميع عارف الحقيقه
وحتى دوك التهم اللي كانوا كيروجوا عندنا ما كايناش. انا اي واحد بغى نسخه من الملف انا يتصل بيا يجي عندي للدار نزودوا بها ما كاين حتى شي مشكل، ولكن كون كشفوا على الملف او سربوه كانت غادي تبان الحقيقه والانسان غياخذ فكره على هذا الشيء. هذا الغريب من هذا انه الاطوار تاع المحاكمه ديالنا في المراحل الابتدائيه كان هاد واحد الشخص اللي هو كيدعي بانه كينتمي لجمعيه حقوقيه كيجيش مجموعه نتاع الاشخاص وكيستقطبهم مقابل مبالغ ماليه كيسلمها لهم باش الاطوار تاع المحاكمه كتزامن مع ديك الوقفه الاحتجاجيه. وعندنا فيديوهات مازال محتفظ بهم انه الاخ ديالي كيسول واحد الفئه من هذوك الناس اللي كانوا كينظموا الوقفه كيقول لهم اشنو السبب نتاع الوقفه علاش، كيقولوا ليه اودي راه دنيا بطمه كتحاكم. وهنا ديك الساعه في شهر واحد دنيا بطمه الملف ديالها ما جا حتى لشهر ثلاثه عاد جا للمحكمه. كذلك فيديو نتاع واحد السيده حتى هي كانت نظمه وقفه ما احتجاجيه جايبه هذاك الشخص اللي كيدعي بانه حقوقي كتخاصم مع واحد السيد كتقول ليه فين هو هذاك رئيس الجمعيه يجي يعطينا رزقنا راه مشى عندنا الحال بينا نمشيو في حالتنا. هادو نقط من ضمن النقط اللي غادي نشيروا ليها ونطرقوا ليها من بعد لانه الوقت عندنا قصير. وغنبداو بالاشخاص اللي هما نصبوا راسهم طرف مدني في هذا الملف هذا اللي هما خمسة اشخاص. وبهذه المناسبه كنبغي نوجه الشكر لواحد السيده المجموعه تاع الاشخاص في هذا الملف في هذا اللي منصبين راسهم طرف مدني كنشكرهم لانهم جاوا وصفوا على رقبتهم كي كنقولوا جاوا وقالوا الحقيقه. منهم هاد السيده اللي سميتها سهام بده الملقبه بسلطانه اللي جات وتواجهت معها في المحكمه وكتقول امام الرئيس كتقول بانني ما بيني وبين ظاهر حتى شي حاجه ما عنديش المشكل مع ظاهر. كذلك السيد مدير الوحده الفندقيه حتى هو تيقول لك اودي انا ما بيني وبين ظاهر حتى شي حاجه. السيده اللي كتساعده حتى هي كتشتغل معاه في الفندق كتقول لك انا ما بيني وبين ظاهر حتى شي حاجه. وهذا الشيء راه غادي ننشروه بالوثائق غادي يبان في الفيديو. كذلك هذا الشخص اللي درج الاسم ديالي في الشكايه اللي هو كيدعي بانه كينتمي لشي جمعيه حقوقيه اللي هو حاليا كيقبع في السجن ومدان بتهم اللي هي جد خطيره. في المواجهه ديالي معاه كيقول فراه غنبينو في محضر الجلسه كيصرح بانه شافني انا جريت واحد اللقاء صحفي مع عدنان السكين وقال بانني انا يقدر من ضمن الاشخاص اللي كيشرفوا على تسيير الحساب. كذلك المسمى نور الدين الغرابي اللي في المواجهه ديالي معاه امام القضاء جاء صرح كيقول بانني انايا كنصور بالاخبار وكنرمي الفيديوهات بدون العلم ديالو وكنربح الفلوس وما كنعطيه حتى شي حاجه. نفس الشيء صرح به في المحضر الاستماع ديالو عند الفرقه الوطنيه جاء قال بانني خديت ليه فيديو ونشرته في الحساب تاع حمزه مومبيبي وهو الحقيقه هو انه تم تسجيل اهداء هو قالها في المحضر الاستماع قال بانه خديت ليه اهداء قال اهداء فقط ماشي سب شي واحد ماشي سال شي واحد ماشي قذف شي واحد انه سجل اهداء قال تحية الأحلى حمزة مومبيبي هاكو قال ماشي سب ولا عير شي واحد. في الفقرة الثانية نتاع المحضر كيقول بأنني أنا كنجي لدارو وكنصورو بالأخبارو وما كنعطيه الفلوس ما حتى شي حاجة. المهم هاد الكلام هذا أنا ما غاديش نخلي الجمهور هو اللي يقدر يجاوب عليه. وكذلك هاد الشيء اللي كنقول أنا غيبان بالمحضر غيبان بالصور التصريحات ديالو ماشي كندوي أنا من فراغ ولا كنكذب ولا شي حاجة. اي واحد قلت عليه شي حاجه والا بالوثائق وكل شيء مدون. لكن الغريب في الامر الغريب في هذا الملف هذا هو اننا تبعنا بتهمه نتاع المشاركه اي شاركنا شي شخص اللي كان كيسيء لهذوك الناس شاركناه. وفي التعليل نتاع الحكم نتاع القضاء كيقول لك اننا شاركنا هذا صاحب الحساب ايا كانت هويته الطريقه اللي كي قلت نتاع التعليل نتاع الحكم هو اننا سواء قال لك سواء زودناه بمعلومات او سرقنا شي اي كلود نتاع
نتاع شي شخص من هذا الضحايا هذا اللي هو القنص السري ولا شيء من هذا القبيل. ولكن انا ما عندي حتى شي علاقه بهاد الاشخاص هادو. بالنسبه لنور الدين الغرابي اللي كيصرح بانني انا سئت ليه لبنته، انا بنته ما بيني وبينها حتى شي حاجه، ما عندي عندها ما عندي معها حتى شي مشكل، وما عنديش علاش غنسئ ليها. وما كيقولوا بانني انا نشرت لها صور ديالها، صور في الموقع نتاع حمزه مومبيبين، تحدى اي واحد يجيب صوره واحده نتاع نور الدين الغرابي او الابنه ديالو بانني انا سئت لها او شهرت بها او زودت شي شخص بها بشي معلومه اللي هي غير صحيحه. هنا الاخوان كيبقى السؤال المطروح كما ذكرت سابقا، للتهم اللي عندنا حنايا هي المشاركه، اي شاركنا هذا صاحب الحساب اللي هو حمزه مومبيبي. مشاركه، حنا قضينا سنتين دابا نتاع العقوبه، قضيناها خدينا الحريه ديالنا، ولكن البحث راه كان قبل 6 شهور، قبل 6 اشهر هذا البحث كان كتجريه الفرقه الوطنيه، واحد الفرقه امنيه خاصه داخل الفرقه الوطنيه كانت كتقوم بالبحث بخصوص هذا الملف. هذا هنا السؤال المطروح، اين وصلت ابحاث هذه الفرقه بالخصوص الوصول لهويه صاحب الحساب؟ لانه لم تم ايقاف صاحب هذا الحساب، هذا كانت براءتي عند هذا صاحب هذا الحساب، لان التهم اللي نسبوا لنا هي المشاركه، اي انا شاركت هذا صاحب الحساب هذاك الفعل الجرمي اللي قام به. انا كنوجه نداء، وهذا النداء موجه للسيد المدير العام للامن الوطني سي الحموشي، اللي كنقول ليه السيد الحموشي السيد المدير العام، انا يا ظاهر محمد صاحب بطاقه التعريف الوطنيه دوبل او 59390، اين وصلت ابحاث هذه الفرقه الامنيه للوصول لهويه صاحب الحساب؟ اين وصلت هذه الابحاث؟ لان براءتي عند صاحب هذا الحساب، وحاد صاحب الحساب الى تم الايقاف ديالو حاليا، وجاء وقال ظاهر زودني بشي معلومة، او ظاهر سرب لي شي معلومة، او ظاهر دفعني نشهر بشي شخص، او ظاهر دفعني نسأل شي شخص، انا مستعد نتعاقب. ولكن اين هو صاحب هذا الحساب؟ والسنتين ونصف وما استطعناش نوصلوا ليه. راه الاجهزة الامنية ديالنا راه كتفكك الخلايا النائمة، كتفكك الخلايا الارهابية، راه كتقدم مساعدات لدول متقدمة بخصوص النشاط نتاع هاد الخلايا الارهابية. وواحد صاحب هاد الحساب هذا ما قدرناش نوصلوا ليه. انا كنوجه نداء من جديد للسيد المدير العام للامن الوطني اللي هو على رأس المديرية، وبتعيين جلالة الملك لأنه كيحظى بالثقة العمياء من طرف جلالة الملك، وحنا كمواطن، أنا كمواطن مغربي كنطالب السيد المدير العام للأمن الوطني يكشف لنا، راه المديرية راه كتعمل مبالغات على وسائل الإعلام، راه سنتين ونصف هادي، راه ماشي يتم التضحية ديالنا، يضحيو بنا حنايا وهاد صاحب الحساب ما كاينش. هاد صاحب الحساب خصو يجي، وانا كنقولها وكنعاود نكررها، الى هاد صاحب الحساب يجي اسيدي هاني ينتقم مني ويقول راه ظاهر راه سرب شي معلومه ولا عطاني شي معلومه، مرحبا مستعد نعاود نتعاقب. ولكن باش انني نتعاقب وما درت حتى شي حاجه وما شاركته ما زودته بمعلومه ما سربت ليه معلومه ما حتى شي حاجه ونتعاقب، انا هذا راه ماشي منطقي. انا كنوجه نداء من جديد السيد المدير العام للامن الوطني، اين وصلت الابحاث الفرقه الامنيه بخصوص الوصول لهويه صاحب الحساب؟ هذا الحساب اللي عنده عده شكايات، فين وصلت هذه الابحاث ديالو؟ ماشي يضحيو بيا انايا وصاحب الحساب حر طليق، راه هنا كطرح علامه الاستفهام، راه كتولى القيل والقال، ماشي انا راه المواطنين، راه ما غتنورونيش انا غتنوروا الراي العام، فين وصلت صاحب هذا الحساب هذا؟ واليوم كنكتفيوا بهذه الحلقه، مستقبلا غادي نشروا معلومات اخرين، وكيف قلت لكم راه اي حاجه كنقولها والا بالوثائق، وشكرا جزيلا.